بطول 24 كيلومترا بدأ العمل على تعبيد طريق عفرين الغزاوية شمال حلب، والذي يربط ريف حلب الشمالي بريف إدلب وحلب الغربي. منظمة البنيان ومنظمة إعمار وبالتنسيق مع المجلس المحلي لمدينة عفرين قاموا بالمشروع، والذي من المتوقع أن يستمر العمل به قرابة الشهر. طبعا الطريق تم تجهيز الأساس له بطبقة أساس حصوية، ومن ثم رش بمادة الام سي زيرو، وعندنا طبقة قميص زفتي بسماكة 8 سنتيمتر، ونحن هلأ في مراحل إنشاء قميص زفتي، حيث تم إنشاء رصف أكثر من 600 متر. طريق عفرين الغزاوية أقصر الطرق التي تربط حلب وإدلب، ويعتبر الطريق الرئيسي لعبور الشاحنات المحملة بالوقود بين الجانبين، إضافة لكونه معبرا مدني يقطعه آلاف المدنيين يوميا، حيث عانى المدنيون خلال السنوات الماضية من المصاعب على الطريق بسبب رداءته. أولا طريق دولي، كل السيارات شحن صهاريج كله يعدوا منهم، يخربون هالطريق كله. هلأ صار عم يزفتونا، هي صارت كويسة ويعطيهم العافية، ما تم لا غبرة ولا شغلة. أول كنا نروح من هون لبسوطة بدنا ساعة، هلأ خمس دقائق نصل، صار طريق كتير كويس. أغلب طرقات الشمال السوري المحرر تعتبر سيئة، زاد من ذلك الكثافة السكانية الكبيرة والضغط الحاصل على هذه الطرق وغياب مشاريع التعبيد والتصليح عنها لسنوات. يعد طريق الغزاوية من أهم الطرق التجارية في الشمال السوري المحرر، وسيساهم تعبيده بتحسين اقتصاد المنطقة، إضافة لتسهيل تنقل حركة المدنيين ما بين شمالي حلب وإدلب. مجد العمر، حلب اليوم، مدينة عفرين.